اهلا بيكو. الشخص اللي في بالك هل بيتعمد ان هو يعمل لك تخاطر او جذب او ولا لا؟ الطاقة الزمنية للفيديو مفتوحة من اي توقيت بيوصل لك في الفيديو ده. اذا كنت جديد في القناة لو سمحت اشترك وفعل جرس التنبيه عشان يوصل لك اشعار بكل جديد. انتوا منفصلين، واو، بس طاقتكم متواصلة جدا مع بعض. طب هل بيعمل لك تخاطر او جذب؟ اوكي، هو انت هنا حضرتك اللي دخلت على الفيديو ده على الارجح اللي بتعمل للشخص ده تخاطر او جذب كتير قوي وبتفكر فيه وعندك افكار وعندك تخيلات معاه، وهو كمان، بس انتوا الاتنين كل واحد فيكم قاعد في مكانه مستني الطرف الاخر يتحرك ناحيته او ياخد خطوة. هو الشخص ده اكتر بيراقبك وبيرسل ليك طاقات، لكن مش كشخص متعمد انه يروح يعمل ليك تخاطر. فهل بيعمل ليك تخاطر او جذب؟ لا، مش بيعمل لك تخاطر او جذب، بس هو عنده تخيلات معاك، والتخيلات دي لاكتركم تخيلات جسدية. فممكن تكون بتستشعر بهذه الطاقة الجسدية، او ربما بيجي لك الشعور بان انت مشتاق للشخص ده في الناحية الجسدية، وده على الارجح لان هو زي بدأ ده، او هو بدأ التفكير والتخيل معاك في الناحية الجسدية، ويمكن يكون عنده احلام كتيرة قوي معاك ليها علاقة بالجزء الجسدي، علشان كده انت بيوصل لك الطاقة دي. الابراج اللي هنا الحوت، وطاقة الابراج الهوائية والاسد والقوس، والقوس مرة اخرى والطاقة النارية. شكرا لكم جميعا، والى اللقاء بفيديو جديد.